لو سمحت، عدد البغار اللي ذبحتوها الليلة كم؟ 40. أكتر من السنة اللي فاتت ولا تقريبا نفس العدد؟ أكتر من السنة. كم ثلاثة ونص؟ لا لا لا، هي مستحدية. واحد يفتح والثاني يدخل. المفروض اللحم يتهوى في الاول ولا طوالي؟ مش المفروض يتهوى في الاول زي ما كان قلت السنه اللي فاتت؟ اللحم يتهوى. هاي ياخذ هواء. ايوه كده، ما اخذ راحته. بس كده سالب. طبعا كما هو واضح، تم ذبح 40 رأس من الأبقار، وده كان يعني من حوالي الساعة الواحدة من مساء الأمس، وما زال العمل مستمرا. ونحن الآن في تمام الساعة 5:55، وما زال العمل مستمر في ذبح الأبقار التي سوف توزع بإذن الله من مركز سنابل الخير. وهذا المشروع تقوم به هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، وتساهم معها في التنفيذ الكشافة الجوية السودانية، وهي يعني عبارة عن فصيل رائد من أبناء جمعية الكشافة السودانية، قالوا على نفسهم أن يبذلوا جهدهم في سبيل الخدمة العامة ومصلحة المواطنين. وهذه الأضاحي بإذن سبحانه وتعالى سوف توزع على الأيتام الذين تكفلهم هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في العديد من الأماكن في العاصمة المثلثة بجمهورية السودان. Thank you.
واحد 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 واحد